أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيله. طبعا اليوم في معنا مجاهرة جديدة، الأخت نبوية. خلينا نتعرف على الأخت نبوية. تفضل أخت نبوية، أهلا وسهلا فيكي. تحية للأخ جان وكل الجدعان اللي موجودين هنا، ودي بوسة بوسة لكم كلكم. شكرا على استضافتي. عادي نبوية، شنو هالجيجارة بحلقش نبوية؟ كان استحيتي. تفضل خي جان، كيفك؟ أهلا وسهلا رياض، كيفك أنت؟ أخت نبوية، بس نحن بدنا نتعرف على بطاقة مختصرة لو سمحتي على شخصك الكريم. ايوه، نبويه بالتسماعيل. اصلا انا ما كنت مولوده يوم الخميس الساعه 4:30 الفجر، امي كانت حامل 7 اشهر بس، وانا بالحقيقه ملحده وما اعرفش اقول لك ايه، يعني قاعد هنا متنيله ب 60 نيله مع الاخ شجاع، اسمه ايه ده، شجاع البغدادي ده، كل يوم منومني جوه 10 ايام بس. يا نبويه ما تفضحيني على الفيسبوك. نبوية، شنو ميولك انت الإلحادية؟ أنا إلحادية ملحدة صرفة، بص ملحدة صرفة، محدش يكلمني، أنا أي حد يفتح تمه محدش يفتح بقه معايا. خلاص نبوية شوية عصبية على فكرة. هي حبيبي رياض، يعني انا لازم اسال النبوية، يعني انت يعني انت اللي حامي الديار بتاعها ولا ايه؟ أنا ولي أمرها، لقيتها بملجأ بس أنا مخبي عليها هذه السيكرت، يعني ما أردت أجرح مشاعرها، بس أنا لقيتها بملجأ والصلاعمة متبرين منها، لأنه هي أعلنت إلحادها وهي لسه ببطن أمها، الدكتور سوالها سونار وهي شالة يافطة، طزبي طزبي صلعة وطزبيكم كلكم بالأسود وأبيض. طز فيك يا الله. طزبي على فكرة انت عم تعلمها شيء مو كويس، التدخين هذا يضر الصحة يعني. انا قلت لها، بس هي محروق دمها من امين صبري وهيثم طلعت، ايوه شاف طيب، محروق دمها من هيثم طلعت. شو رأيك نبدأ بنضحك لنا شوي على الله، يعني هيك شوي صراحة اصدقائي، يعني خلونا نكون واضحين، يعني نحن ما قصدنا بصراحة، يعني بجد ما قصدنا نسيء للذات الإلهية نهائيا، ما قصدنا يعني نجرح مشاعر الله ولا نحكي على الله ورسوله، نحن بس قصدنا نستهزئ فيهم، يعني بس هيك نتمسخر عليهم، يعني هذا هدفنا الأخير. يعني شو رأيك يا رياض؟ يعني اعتقد اذا حدا قال لي رجاء ما تجرح مشاعر بابا نويل او السنافر، راح اقول له طز فيكو بالسنافر. فبالنسبه لي ما بعرف، انا حابب قوي اني اجرح مشاعر هذا الاله الوهمي، فانا عكسك شوي بهاي. صراحة أنا لا، يعني ما بحب أجرح مشاعره، يعني بس بحب أستهزئ فيه وأتمسخر عليه شوي، يعني بتعرف. شو رأيك نبدأ بيسوع الدلوع؟ يسوع ابن أمه مريوم. لا أبدا، بالضبط. أنا على كل حال في معنا مجموعة صور أصدقائي، فأنا بدي أعرض هالصور هاي وشوي هيك يعني نتسلى فيهم. يا شعب يسوع النبوي. الدلوع، يا يسوع الدلو، هاي أول صورة رياض، وراح نشاركها مع أصدقائنا. وريني الصورة يا ابني، فين الصورة دي؟ هات لي يسوع بقى، أنا جهزاله محمرة الفرخة واعدة. تفضل، هاي الصليب، باسم الصليب، اسم الآب، مطرح ما يريقي يمسي ريقي. السيجارة وقعت هاي على أساس شنو يعني؟ هاي صليب بالبندورة، شو لا بتسموه، بالطماطة؟ هذا ربنا افندي، ايه يعني الزلمه بده يبرهن للجماهير العربيه والتركيه والكرديه والبنغاليه والنواريه كلهم انه موجود وصليبه موجود وباسم الاب والابن. بس بصراحه بتعرف الرياض، يعني هو في هذا رباعي، يعني إله رباعي، هو بنعرفه بالمسيحية إله ثلاثي، فكيف صار رباعي ما بعرف. مش بس هاي، طبعا طلع شكله ارثوذكسي. انت هاي البندورة ارثوذكسية مش بروتستانتية، لانه هذا الشعار ارثوذكسي. هذا يعني هلا الاقباط راح يكيفوا. طبعا على فكرة انا عم بشوف الصور لاول مرة، يعني حالي حال المشاهد، فهي مفاجآت صراحة. جان مخبينا مفاجآت، وكل صورة وبتعليق.
يا سيدي، انا بصراحه عجبتني. انا لازم يعني هلا لازم نرفع دعوه على البابا تبع الكنيسه، هذا المخبول هذا. تواضروس تواضروس بطرس. تواضروس 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 تواضروس. بصراحه يعني ما بعرف اسمه، انا بعرف بابا هي تبع الكنيسه. تمضرط، هي تمضرط، حوروها وصارت تواضروس. هي ايوه، هو كان ضراط يعني. ضراط وكان بتاع الطعمية، سيبهولي بقى تواضروس ده. لا خلاص يا نبوية، احنا مجهزين لك لآخر شو يعني، الحلقة. شو نبوية قلعت السيجارة؟ قلعت السيجارة جاعت، فهي هسه المصاد البزازة، شو بتسموها البزازة. بزازة. بس اذا شي حدا منرفزها او شي ترجع تدخن سيجارة على طول. هي بدها تحشش، قلت لها بلا ما تحششين، انت بعدك بعز شبابك يعني. هو هي آخر الحلقة راح تحشش. طيب خلينا نشوف صورة ثانية ونعطي لنبوية التعليق هالمرة. ايه يلا يا يلا يا نبوية. نبوية، جهزي حالك. يسوع الدلوع، نحن لسعنا مع يسوع الدلوع طبعا. ايوه هاتهولي انا بقى، هاتهولي يسوع ده ابن الكذب. يلا خلاص يا نبوية ما تطولي لسانش، بعدنا بأول الحلقة. يظهر يسوع الدلوع، اشتغل الدعاءات والكمبيوتر صار كثير يا دين دوكنز، بيشتغل كمان. طب ورحمة دوكنز ما انا سايباه، طيب انا عاوزة يسوع يعني، هاتولي ابن المريم ده اسمه طيب ايه؟ طيب نبوية، يسوع الدلوع طلع لنا في منطقة رائعة بصراحة، وإثبات جميل جدا إنه موجود ويراقبنا. خلونا نشوف وين حيطت حاله يسوع الدلوع. في يا الحمام، حبيبي يا يسوع، يا حبيبي يا يسوع، في أي زنقة لقيته ده؟ فين يسوع؟ ودي يا يسوع، شفت يسوع؟ فينك يا جيزس؟ شفته ولا لسه؟ أيوة هو ده يسوع، هو طلع ده ب يسوع. طيز الكلب. لا، يا سلام على طيز، هي طيز النعجة. هذه نعجة ولا آه؟ والله ما لا هو يسوع، انا بقى شايف يسوع الدلوع بس، فنعجة ماني شايف فيها. ده راسه بقى حينزل زفت. مش ايه ايه ده، معجزة معجزة، رجاء كلكم توقفوا طابور، الستات من هنا والرجالة من هنا، عشان كل واحد ياخذ له بصة على طيزز. ما انا من زمان وانا مسمياه طيزز، اهو ده قالكوا كلامي، قالكوا كلامي، اهو طيزز اهو، شفته معجزة مش كده ولا ايه يا اخي رياض؟ انت يلا بتاع رياض، يعني بصراحة، والزلمة عامل هيك: يا خرفان الضائعين، تعالوا إلي في كل مكان، ده أنا أدلعكم، ده أنا الدلوع. أثبت فعلا وبجدارة ومستحق. هذا لما يزوع يطلع خرة. حلوة دي، حلوة يا نبوي، هاي فايف يا نبوي. معناتها لما بحكي، قصدك لما بحكي الإله هذا بتاعهم، فبيطلع الآيات البرازية، سورة البراز اسمها إيه. الآيات البرازية. بالضبط بالضبط. طيب، شو رأيك ننتقل لصورة أخرى أخي رياض؟ هالمرة بده يكون التعليق لرياض، يا ريت يا نبوية تسمعينا سكوتك شوي لأنه ما كان تعليق اوكي كويس. تعال نشوف رياض هالمرة. رياض، دورك يا رياض. انا اريد الالبوم كله. لا لا، وحدة وحدة، ما تستعجلش يا ابني، لا على يعني ريد جاهزين جاهزين للالبوم. الله الله الله. هذا ينطبق عليه اله البطيخ والبتنجان، واحنا من زمان نقول بلاش اله البتنجان والبطيخ والشمام، مو هلا وهذا يثبت كلامنا بالفعل. أنا ما شايف، هو هذا الله ولا هذه علامة هو الخالصة يسموها؟ هذول السيك اللي بالهند عندهم هيك علامة تشبه العلامة هذه. يمكن حتشوف مسلم وحتشوف سيك عم بتناعلوا ويتضاربوا بيناتهم، لا هذا الله، لا هذا الخالصة، لا 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 مش عارف، كل واحد فيهم مصر إنه هذا الإله تبعه. حبيبي، هذا إله البطيخ، فمن بطخ بطخه تبطيخا، هذا هو إله البطيخ. يعني الزلمة الله هذا تبع اللي فوق، أنا شايف أجر هندوسي جنب البطيخ، جنب الله. عند شو عم بقول لك، في نعال فوق راسه مبين، في نعال باكستاني من هذا النعل الباكستانية ومن الريحة.
بالضبط بالضبط. يعني هو المسكين هذا، الله البطيخي، يعني كنا نسميه إله البطيخ. فهذا الله نعال أبو البطيخي، الأصبع. هذا الله البطيخي، يعني الزلمة نسي كل هالمصايب اللي صايرة بهالبلاد، العالم اللي عم تتقتل، أصدقاء نبوية اللي ماتوا واللي اندفسوا، جاي عم بيوقع على بطيخة ويثبت وجوده. نحن موجودين بالبطيخة. ها نبوية، شو رأيك نبوية؟ ده الإله بتاع البطيخ، أنا شارياها البطيخة دي وفتحتها وطلعت بقلبها آية قرآنية مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في شك مما أنزلنا عليك أهو. فدي حكمة ربنا يا مسلم. أقول لك يا نبوية، البطيخة هذه صار عليها مولدينج مثل الفطر، فطريات. خاست ولا ما اعرف، هم حطوها على الشلف حتى كل المسلمين واقفين كل واحد يدفع روبيه. تعرف الباكستانيين لساتهم على الروبيه والروبيز، ولحد ما خاست بعدين تغير اسم الله صار ابليس، راح زطوها بالزباله. أنا بصراحة هذا، لا، الله يعني عيب، عيب نبوي، عيب. تضحكين على الله؟ مو عيب يعني، حد في حدا بضحك على الله؟ صار مضحك الزلمة. هو اصلا ما خدش برايي، انا ما كنتش عاوز اجي للدنيا دي، عامل ايه جبرني اجي، رموني في الملجأ وحياتي لسه من اولها مخربطه كده، ملخبطه على بعض. معلش انا، انت مثل بنتي بالضبط يا نبويه، وشايف انا في شبه بيناتنا، احنا الثلاثه سكر نباته موضوع متحزبين. الطعام، يعني تصور يا رياض، تصور هلا بتموت ويطلع لك الله يفرجيك البطيخة هاي ويقول لك رياض ليش ما عملت لايك على البطيخة لما شفتها، شو راح تقول له؟ راح اقول له انا عاملين لي بلوك على الفيسبوك، ما قدرت اعمل لك لايك. يا ريت لو عامل لي معجزه، يفتحوا لي الصفحه من جديد حتى نعمل لك نعال ولايك واللي بدك اياه وفتوش اي شيء بدك. ولا ايه انا ايه قفلوا لك الفيسبوك، صحيح بصراحة، يعني ما له حق، يعني حقنا نتمسخر عليه، ما هيك؟ ما هو في واحد اسمه سامي العنية عامل حاله دكتور، هلا قبل كم يوم وصل لي خبر انه انفضح، طلع لا هو دكتور ولا هو ايش، طلع عربنشي بياع الجيت والكرافوس عندنا ومقدم بلاء. طبعا تعرف الصلاعمه دائما انا داخل معاه حديث على الفيسبوك مثل المناظره، ومزعل حاله والجماعه مقدمين شكاوي وبلاغات وسكروا الفيسبوك. هلا انا راح ارفع قضيه على الفيسبوك وانا عن سلفه سلفه. يعني بصراحة رياض، في مركز بحوث أظن بالرياض، يعني أنت اسمك رياض والمركز البحوث في الرياض، بس مو في الرياض أنت، يعني فيك أنت المركز البحوث في الرياض، المدينة قصدي. إيه لا أنا عندي مركز بحوث عند نبوية، هي مخبيتها هنا من ورا. فمركز البحوث هذا إيه. اجتمعوا مجموعة علماء، كبار العلماء بصراحة، يعني وين بالرياض؟ بالرياض عندهم كبار علماء؟ طبعا، أوه غريبة. جامعة ابن سعود الفسية، قصدي تبعت لي، تعطي شهادات ماجستير بالضراط. كويس والله، ما كنا عارفين، انا كنت مفكرهم لسه بالتمهيدي. ايه تفضل. لا لا، مجموعة من العلماء الكبار بصراحة، يعني من علماء، أظن في عالم فيزياء، عالم بيولوجي، وعالم أنثروبولوجي، وعالم جينات، علماء بصراحة مجتمعين كلهم على بحث واحد. طب خلينا نشوف البحث سوا، على شو عم ببحثوا، يعني لنشوف، خلونا نشوف سوا أصدقائي، خلونا نشوف سوا ايش عم ببحثوا. هم دول العلماء. هو الله خبر انه بده يطلع من طيز الجيجة، فبده يوقع اسمه من طيز الجيجة، فطلع عم بفحصوا البيضة هاي عليها اسم الله.
فعم بتأكدوا الجماعة إنه هل الله صادق في كلامه وشايف المجهر؟ شايف المجهر وشايف، بس نبوية معترضة، تقول هي عندها تريد تقدم لهذه الهيئة بحث جديد، وهذا البحث راح تقربها على الشاشة. نبوية قولي لهم عاوزة ايه منهم بالضبط. والنبي انا عندي حاجة هنا، حاسة حاجة كده معجزة حتطلع من ورا، يا ريت يجوا يحطوا المجهر بطيزي علشان انا ايه. خلاص نبوية، في انسات قاعدين يحضرون، وانت همينة ولو انك انسة، انت ست الانسات كلها ولابسه الشبكه نبويه، على شايفين الشبكه بايده هاي وين؟ ولك يا نبويه وقعت السواره، هاي السواره لابستها نبويه مخطوبه للاخ وائل، صديقنا صديق القناه وائل من مصر، لا 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 طلب ايد نبويه، وقلت لهم على سنه دوكنز ورسوله. يعني بصراحة أنا هلا بدي أعيف نبوية على طرف وأسألك رياض، أنت شخص شو رأيك الإله اللي يخرج من طيز الدجاجة؟ الإله اللي يخرج من طيز وجب الاحترام والتقدير وصلاة التراويح في رمضان، هذا الإله يستحق النعق، قصدي يستحق التقديس. ما هي القداسة من طيز الدجاج والناس ما معها خبر، القداسة من طيز الدجاج والناس ما معها خبر، فلذلك هذا دليل واضح على صدق الدين، وهو دين الحق، دير بالك، وهو دين الحق. طيز الدجاجة من طيز الدجاج، حتى طيز الدجاج قام يشهد لله، أشهد أن لا ضرطة إلا طيز الدجاج، وكلكم سجدا وركوعا، هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، هذول يسموه بالسعودية. لا انا بصراحه يعني انا كثير عجبتني هالفكره، يعني انه يجتمعوا هالعلماء الكبار بخبراتهم بعقولهم النيره ويجيبوا المجهر ويفحصوا البيضه، ولا موجود الله لهي الله ولا لا يكون مكتوبه بالانجليزي ما انه خبر جاد. لك حتى الحنطفيس قام يضحك، شفت الحنطفيس هذا عندما يقول لك الكافرون حينما يخلو بشياطينهم يقولون إنما نحن مستهزئون، هذا شيطاني، هذا شفته شيطاني، صحيح هذا اسم وأقرع مثل هذا بعد معانا بنفس الحزب. اسمه الحنطفيس، الحنطفيس. المهم كمل خي جان. بذكر هون اخونا احمد حرقان كان كاتب تعليق على الفيسبوك بيقول ذكر آية وإنما كفيناك المستهزئين، نعم وكمل وراها امال احنا بنعمل ايه يا سبحانك. هذه يعني هذول اللي تاركين، انت تسأل كل واحد فيهم لهذول المشايخ عن ابوه او خالته او بنت عمه او بنت البشكاره، يقول لك ماتوا سرطان، يروح امسك لك مجهر وشوف لك، شوف لك علاج لهذه الامراض، شوف لك، قدم للطب، قدم شيء مفيد، يعني اخترع لك نعال اوتوماتيكي مثلا، يعني اخترع لك منبه ساعة جرس تشتغل بالبخار، مو انت جاي تشوف لي بيضة دجاجة طالعة من طيز الله، تريد تشوف الله وين بيطيز، لا هو عم لازم دور، تفتش. هو عم ايه دور الله على الله طالع من طيز الدجاجة، هو ما عم دور على الدجاجة في طيز الله، قصدي عم دور على الله من طيز الدجاجة. هذا الله من طيز الدجاجة، هذا الله حلال طلع حلال من طيز الدجاجة. لا حول ولا قوة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ايه يعني ويقولون لك إن كفيناك المستهزئين ونحن نستهزئ، فإن كان رجلا خلي يكفينا شر، خلي يكفي شرنا، يعني قصدي هذا. شرنا احنا وشر نبوية بعد، انت ما شايف نبوية لما تجوع، لما تجوع تعمل ايه نبوية؟ هي هي. المهم ايه نحن بنقول خربطنا نبلش، قصدي بلشنا نخربط، آسف يعني. خلونا أصدقائي ننتقل لصورة ثانية ونشوف الإبداع الإسلامي إلى أي وصل. هنا حطمة جمال، تعال نشوف. كمان هو الكمبيوتر شوي الله بزعل، بصير الكمبيوتر ما
راح اجيبك. نعم تجي. طيب طب ايه رأيك يا اخي جان تبيع لي الكمبيوتر ده بنص ساغ وانا الممنونة منك، عشان انا كمان عاوز اعمل بحوث في طيز الدجاج. انا عجبتني طيز الفراخ دي يا ودي، يعني طيز الفراخ هاي لما تكبرين راح تتعلمين حكم، حكم راح ابعثش للرياض على حسابي تيكت فري، وهناك راح تشوفين دجاج مسطر تعرفين موقفين طوابير للدجاج. طيز طيز وين الله هذا الطيز، وين الله هذا الطيز. الله يعينك، الله يعين كل طيز نزل منه الله. بس انا خايف لا يحجبوك هناك يا نبوية، اول ما تنزلين من الطيارة يلبسوك برقع تطلع بس عيونها كأنها من مقاتلات النينجا. طيب خلينا نشوف، نلب ايه خلينا تفضل. نشوف نشوف هل الله ذاته شخصية خبزاته بذاته وخبزاته. ليش ما عملت لايك لما شفت اسمي على البطاطا يا رياض؟ انا ساعتها اتخيل نفسي هذا الزلم اللي واقف قدامه، يا خساره هو حافي ما لابس نعال، انا كان يعني انزع النعال ابو الاصبع وعلى اقول له طز بيك وين الجهنم، خلينا نروح نطق اصبعتين نعمل حفله بجهنم، ابركلي من هاي الجنه تعيتك ما بدي اياها. يعني تصور الله بكل عظمته بكل فخامته بسألك يوم القيامة ليش ما عملت لايك على اسمي لما شفته على البطاطا؟ يا عمي خذ يعني الريشة، هو بيكتب بالريشة ايه ماسك بإيده ريشة دي قلم، يا عمي خذ الريشة دي وحطها بمطرح ما تحطها يا عم، انت يا نبوية انت لابسة حجاب اوريدي، بعدنا ما بعثناش للسعودية مستعجلة على الحجاب هي مستعجل. خافت قاعد تسأل رياض. يعني هالرجل انا لو مكانه ايه شايف هو ما لابس شيء غير الشهادة الكفن اللي عليه. ايه لو انا ادير له طيزي وقال له تفضل شو رايك تلحظ طيزي عشان سامعي؟ او يمكن ترفع القلبية لفوق وتبول عليه وتخلص. ما في غير الحل مع هالاله هذا الـ يعني صغير العقل، يعني اله صغير العقل الى هذه الدرجة اذا ما لا انا دا اتخيل نفسي اخ جان يعني لابس القلابيه وواقف قدامه، هو ما راح يقول لي بطيخه وراح يقول لي بيضه، راح يقول لي اقول له يا رب وين الادله، انت يعني تركتني في عالم تايه بالقرن ال21، انت وين الساينز وين العلامات حتى تبين انه انت فعلا اله حق وفي شيء اسمه. قال لي مش انا بعثت لك محمد ولد امنه قبل 14 قرن؟ يمكن هو بس يفتح تمه ويقول لي محمد ابن آمنة انا راح افطس من الضحك، راح يشوفني واقع على الارض عم بتقلب هيك متقلب ورجلي وايدي فوق هيك وخربان ضحك، وتعال مين يسكتني؟ هو هذا الدليل، هو هذا البرهان اللي بعت لي اياه، راح اقول له طز فيك من هيك برهان. بالضبط بالضبط. يا للأسف إله يعني أتفه من هيك إله ما في. وعلى فكرة يعني كل من جماعة محمد هذول راح نشوف رياض، يعني تعاليم محمد هو القدوة الحسنة طبعا. قدوة مالطيزي. ايه فات اسف اسف. ولا يهمك ولا يهمك، يا ريت يا ريت مو حرام تشبه طيزك، يعني طيزك اشرف من لحيته مليون مرة. هذا العشاء اشكرك يا اخي. والطيز نبوية لا 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 طيز نبوية انظف من تمه هذا اكيد انا متأكد. ما عدا فريش لسه طيزه فريش طالع عمره 8 اشهر هذه نبوية ولا ايه يا نبوية؟ انا على كل ببش حال، على كل حال راح نشوف واحد من اتباع محمد اللي اتبع قدوته الحسنة، ايه ونشوف يعني الـ الأخلاق العالية اللي ورث محمد لعصابته، قصدي لأصحابه يعني ايه لأصدقائه وأتباعه وزبوناته. لنشوف أول زبون، تفضل يلا يا نبوية. نبوية أنا كل ما بدي أجي أكبس ال طب خلي نبوية تحكي مشان تروح الشاشة من عندي أعرف أضبط الشاشة. أنا في الحقيقة مجهزة مفاجأة لحبيبنا الصلعومي، ولو أنا شك أنه حيجي يلحس حاجة كده منورة من ورا، حيجي يلحس حاجة كده مظبطة على الآخر.
نبوية ما عندها غير، انت ما عندك غير اتجاه واحد فقط، ما بتعرفي يما ارحميني ولا بتعرفي العيني والاغاتي على قولتهم. تفضل. هاي اتباع محمد مبسوط ومريح على الاخر الزلمه. غطي عيونك، غطي عيونك يا نبوية، هذا لسه انت تحت السن القانوني. هو ده يجي هذه البروفة، يعني تجهيز لحور العين قبل ما يفجر نفسه. قالوا له شوف هذه الملكانة، روح اتدرب عليها، وبعد ما تخلص تدريباتك، وهاي الثقافة الجنسية الصلعومية يسموها الثقافة الجنسية. لا والزلمه مبسوط ومريح على الاخر، كان يضرب له سيجاره حشيش ولا كاس ويسكي الزلمه قبل ما يباشرها. وماخذ معاه سيلفي، ماخذ سيلفي مع هذه، وين بيا محل هذا، باكستان شكله. يظهر هيك هو الدقن بصراحه، مثل ما وصفوها لعلماء المسلمين لمحمد، يعني مثل دقن محمد. هذا الموديل ايه صحيح. بالضبط، واللبس نفس الملابس يعني، والشكل يظهر نفس الشكل. ف هذا تحدي يا اخ جان، انت ما تفكر انه جوتشي ديفاني وهداك الثاني المصممين الازياء العالميين ما بيوصلوا ولا شيء للخنفري؟ هذه انتاجات الخنفري من القرن الرابع عشر. بالضبط يعني، بصراحة شيء واضح تعاليم محمد وأتباع محمد، كيف يعني بالفعل قدوة حسنة يعني. حتى هداك الوقت صحيح ما كان في شو بيسمونها الألعاب هاي، ماريكانات ولا ايه؟ ما كان في يعني إعجاز علمي ولا مش إعجاز علمي؟ اعجاز علمي. انا حتى اخاف ابعث لهم نبويه، لان يشوفون نبويه كل واحد يشلح بنطلونه وراح يغتصبوها المسكينه. ونبويه لا تستغرب. بهالعمر، بهالعمر وتطلع لك بعدين حامل وشايله صلعومي. طبعا قوم نبويه تضرب تخبط على بطنها مثل الشيعه، شايف الشيعه لما يلطمون؟ خير يا نبوية، شوفي أنا عاوز أضربه في الشلوت، هي فيها، هي فلكسبل، شوف رجلها كتير فلكسبل، تضرب بطنها بالشلوت لأنه في صلعومي بيبي مختصب ببطنها. رياض، رياض حبيبي، شو رأيك نبعت نبوية برحلة عبر الزمن، نبعتها لعن صلعم، وهي دقني إذا ما رجعت لك حامل. راح يتزوجها على طول، راح يترك زينب بن جحش يقول هاي صارت دقة قديمة. نبوية عيونها خضر، مش عارف هي مش مبينة بالشاشة كتير، عيونها خضر. من بنات الأصفر هاي. هذه من بنات الفرنجة، انت من بنات الفرنجة. هذه مستعد يبيع عائشة وهديك الثانية حفصة من شان اظفر واحد بس من اظفر نبوية. يا سيدي إذا بعتنا بوية لعند صلعم، صدقني سينكحها لو كان أبوها الله يعني. وانا هحتج بقى، هقول له ما انا مخطوبه لسوائل، هيقول لي مخطوبه ايه ده، انا هطلقك منه. جبريل على طول، جبريل راح ينزل، لما تحرم ما احل الله لك يا زلمي، طلق يا شو اسمك انت وائل، تعال اتزوجها يا محمد. ولما قضى وائل وطرا من نبويه زوجنا. لما قضى الوطر، الوطر قضاه ولا بعد؟ انا قضاه من زمان الوطر، راح الوطر. لا هو بصراحة بده، يلا أخونا أحمد اللي مساوي صفحة جروب، ادي له واحد آية فورا، بدي له واحد آية يعني. طبعا النبوية رجعت من الرحلة الزمنية من محمد، ومسكينة راسها فش، صار طيب عند شاش بالمخ. ايه تفضل. ده خلينا نروح، أنا أيوة خلينا نروح لصلعومي آخر من الصلاعمة الحلوين جماعتنا. هذا كمان مبسوط على الآخر، مريح الزلمة. هذا مبسوط اكثر لانه هذيك كانت محتشمه، لابسه فانيلا ولابسه شورت، بينما هاي الملكانه شكل يمكن ابوها هولندي، فمكيف هو الاخ. قال لك هاي فرصتي الوحيده، بعد انا ما اعرف يمكن افجر نفسي، وتطلع بالاخير كلها فاشوشيه الشغله، لا في جنه. فخلينا الكبت الجنسي اللي عندي، هالكبت الجنسي الصلعومي، نطلعها بهالامريكانه هذه. ما هو اعرف ليش، ليش هاي الحركه كلهم عجبتهم؟ هاي يمكن
هاي يمكن الأصول عندهم بباكستان، يبلشوا من تحت ويطلعوا لفوق. لا هذا واضح جزائري، يعني أنا شايف هذا صرعومي جزائري. هو في نقطة كثير مهمة بهالصورة هي، إنه ما له رأس، يعني هو ما محتاج الرأس تبعه، يعني مشان لا تحكي ولا تفكر ولا مطبقين عليه حد الردة. لا لا لا، ما مطبقين عليه حد الردة، بس هو ما بيهم الرأس، لأنه الرأس فيه فكر، فيه حكي، فيه اعتراض، فبيشيل الرأس وبيلعب على او كيفه. يغطيها، ايه يا اما يغطيها بمنشفة او يشيلها فد مرة ويخلص منها. طبعا أنا أصدقائي، بس حب أذكر أصدقائي، نحن صدقا صدقا أنا ما قصدي أسيء للذات الإلهية، ولا يعني أقلل من قيمة الذات الإلهية، بس أنا كل قصدي إنه أتمسخر عليها وأستهزئ بها، يعني هذا بصراحة، يعني هذا كل قصدي. خيجان خي ليش هو في ذات إلهية؟ أنا ما بعم بفهم، يعني إذا كان في ذات إلهية على العين وعلى الرأس، بس أنا أساسا ونبوية هي معايا بهاي السكة، إنه ما فيش ذات إلهية أصلا، فخذ راحتك يا زلمة، خذ راحتك، ما في لا حدا لا حيزعل. لا، يعني بزعل منك يا رياض، بصراحة بزعل منك، كيف ما في ذات إلهية وذات نبوية؟ قصدي ذات إلهية، يعني ذات إلهية معقول في ذات أميرية بالكويت؟ معقول ما بده يكون في ذات إلهية؟ يعني ما هو خلاص يعني طالع من طيز دجاجة، شو أي احترام بدك تعمله؟ إذا هو أساسا من طيز الدجاج، ومن هلا رح نشوف شغلات تانية قاعد لسه جاي في الطريق، راح نثبت إنه ما في شيء اسمه ذات إلهية أصلا أساسا، طيب، بالدليل والبرهان القاطع. بكل تأكيد بكل تأكيد. طيب أصدقائي، أنا يا ريت تشاركونا بتعليقاتكم ونكتات إذا في عندكم على يسوع الدلوع والله وتشيزز وميزز وطيزز وكل هالناس هذول، يا ريت إذا في عندكم نكت خلونا نضحك عليها المسخرة هذا اللي بسموه الله يعني. أنا عندي واحدة على السريع كده على الماشي، مرة طيزز رجع في كلامه خبط اللي وراه. حلوة حلوة يا نبوي، وتنكتين بعد، والله ما حد يلومني بنبوية، هذه لقطة العمر هذه. يعني بدي اسالك، طيزز ما بيدخن؟ قصدي ما بينفس، بيدخن يعني طيزز هذا؟ يدخن سجاير قصدك؟ اه إيه، على أيامه كان في أراجيل وبايب، مش بس سيجارة، بايب طويل عريض. هلا احنا تطورنا انه صرنا ندخن سجاير طولها نص انج. طيب، خلينا نرجع على جماعتنا هذول، جماعة محمد، وطريقة الاغتسال والشرب والنكهة الحسنة. انا قاعد اضحك ولسه الصورة ما طلعت. اي عم بعمل تحسيب حساب للضحك. أكيد راح تطلع الصورة حالا، يعني الحمام العالم. لا، في واحد كاتب مزمز، يا صديقي اللي كاتب مزمز، هذا ليس مزمز، هذا زمزم. زمزم. كاتبها مزمز. هذا زمزم، زمزم هو صورة معكوسة يمكن، لأنه كانت بالأصل هذا شكله كمثل اللي يوقفوا على الاي تي ام ماشين، المكنة يعني بده يسحب شي 10 دولارات 5 دولارات من طيز الجمل البعير واقف وشو هاي على الشمال عم بيدوق شي، كأنما جان ما هيك عم بيحط تمه حيدوق شغلة. لا هو يعني يعني ما اكتفوا بالشرب، بده ياكل كمان طبعا، يعني هاي مثل السامبل، يعني عم بياخذ سامبل. عم بدوق اول شيء، عجب طعام شهي ولا لا؟ فاكيد اكل وهلا بده يشرب اخر الشيء، وبعدين بعد ما يخلص اكل وشرب بيغسل وشه بهالزمزم، هالمزمز. يعني هو ماخذ فول اوبشن منيو، كامل منيو، اكل وشرب. بالضبط، يعني قولت عادل امام، يعني لما راح على مطعم وقال ادفع دمي قلبي ما غمسش، هو ده. طب وده حيتحلى بايه بقى؟ ايه الحلاوه بقى بعد كده؟ الحلاوه ايه؟ الحلاوه الحلاوه النبويه. الحلاوه هاي الحلاوه دائما هي جاهزه بالحلاوه على الاصول، هاي الحلاوه ولا طيب هي نبويه. طيب انا بدي اصدقائنا الاحباء
يعني شدوا الأحزمة، مثل ما هذا كان زكريا بطرس يقول شدوا الأحزمة. اشحن يا جات ريدي. يعني بالفعل محمد لما قال لهم شخاخ الجمل مفيد وشخاخ الجمل طيب، وهل فهو القدوة الحسنة طبعا، لازم يكون يعني مثل ما بقولوا يعني يمشوا على رأيه، لأنه القدوة الحسنة فيستطيبون الإشخاخ. يعني خلونا هلا نشوف من كبار المجتمع إذا صح التعبير. فكرتك حتقول من كبار الشخاخين. ايه تفضل. لا 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 لا، ليس شخاخين، هو هو من لا يشرب الشخاخ الشخاخ يعني. طيب خلونا نشوف كبار المجتمع. الأمير سلطان بن سعود بن محمد يسكب البول على بول الإبل على الحليب ويتناوله، يعني ولا وعم طلع بالصورة واخذها فرحان على حاله، يعني عم بيشرب شخاخ الزلمة هذا هيدا أمير. هذا شكله ماخذ تيك اواي سفري من طيز البعير وراه. ده تشوفون بالصورة اللي ورا في بعران ماشية وعنده درايف ثرو. درايف ثرو تعرف شو يعني درايف ثرو؟ يقعد بالسيارة يفتح الشباك، ايوه يا بي عاوز تاكل برجر بول بعير اي حاجة بخدمتك يا بي. بالضبط، النبي اديني شوية بول بعير على حبة بركة، حطوا لي بهاي السلة وقاعد هو فرحان وقاعد يصور، كلهم قاعدين يصورون سيلفي، شيء غريب يا اخي. عم بيشرب وعم بتبارك وبشخاخ، يعني الزلمه فرحان عم بيشرب شخاخ. ولا يعني بتعرف الكوكتيل، نحن عندنا بسوريا بسموه ايه كوكتيل، يعني بيحطوا ايه تفاحه على برتقانه على عرموطه على موزه وبخلطوها بشويه حليب بصير شراب كوكتيل. وهذا شراب شكله جماعي، هو شوية ياخذ له نتفة وبعدين يحوله على الشخص اللي قاعد جنبه، كل واحد ياخذ قمح، كل واحد يشرب له قمح. هو كل واحد عنده قمح تبعه، يعني ما أظن يتشاركون العرب بشيء، كل واحد الأمير ما بيش الأمير سلطان قال لي بده يعملها مشروع يسموه بعير كولا. وبالفعل يعني فالزلمة عم ساوي كوكتيل حليب على شخاخ، وبصحتكم يا جماعة، شيء طيب وناهي يعني. فهي هي آخر الاختراعات، يعني بدل ما يخترعوا كولا ولا بيبسي ولا هالمشروبات الفيزيائية هي اللي مضرة بالصحة. مضرة بالصحة بالضبط، ولا الخمر ولا ويسكي، هذا ويسكي العرب. أنا راح أقترح عليه هاي الترمس، شايف الترمس اللي يحطوا فيه بول البعير حتى يحافظ على السخونة. ليش يشربها باردة؟ حرام يشربها باردة، يشربها سخنة فريش وهي بهذا، ونصبغها أصفر حتى اللون يصير اسم عليه، نصبغها أصفر نبوية. روح غير البامبرز وتعالي. العفو يا جماعة، نبوية بيزي هلا شوي. تفضل. أكيد عملتها من الصورة الحلوة. ها من 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 شافت هاي الصور الخطية صار عنده عسر بالشواريب. ايه طيب، أنا صورة أخيرة بدي أفرجيها لأصدقائنا. بتمنى يعني يعني ما تضحكوا يا جماعة، بالفعل شيء غير مضحك يعني. فبتمنى منكم إنه ما تضحكوا، ويعني جماعة اللي راح نشوفهم والعياذ برب الفلق، ايه المناظر دي. يلا الحياة نبوية لا يطوفك يا نبوية، استعجلي. إيه. طيب خلونا نشوف كبار علماء المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بداروين. هدول هذول عرسان؟ هدول لا، هدول الأخيار الجنة اللي الحوريات رايح يقتلوا على أشكالهم وعلى حلاوتهم وعلى مناظرهم. عن جد عن جد، يعني الحور العين بيقول لك واقفين، يا الله امتى راح تبعثوا لنا هذول المسلمين حتى نتنعم معاهم؟ ميتين اكسايتنج، ميتين لهفة لهفة. تعرف شو يعني لهفة عند حور العين؟ طبعا طبعا، عندهم لهفة، مش قادرين يستنوا وصول المركبة هذه. خصوصي هذا الفوقاني بالنص، يعني شوف على جماله، يختي 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 تقبر عظامي ما احلاك. لا وهذا من كبير المفتين عندهم هناك. الرياض بدي اقول لك، يعني ما بتلاحظ انه هدول، انا يعني صدقا انا لا ما بدي اضحك على اشكالهم، ولكن يعني
أشكال ما بنضحك عليها، ولكن إنه في نقطة معينة كل واحد شكله قبيح بهالشكل هذا بتلاقيه من كبار العلماء، يعني ما بيكون من العقد النفسية الموجودة عنه بروح بصير شيخ وبصير يضلل هالعالم هاي. انا بتفق معاك انه في شيء بالعلم اسمه السايكوسوماتيك. السايكوسوماتيك اي المشاعر والاحاسيس السيكولوجيه تنعكس بالشكل الفيزيائي الخارجي، يعني علاقه بين الفيزياء الجسديه وبين السيكولوجيا اللي في المخ. هذه الافرازات تتبعها افرازات عدم انتظام، ومبين من شكلهم ان هنالك الميزان عندهم ضارب بين الهرمونات وبين ال شو يسمونه، فطالع كل واحد هذا يعكس، يعني شكله يعكس شعوره، شكله الخارجي يعكس شعوره الداخلي، زي ما هو وسخ من برا معناته هو ايضا وسخ من جوا، هاي معناته. فما اعرف شو بدي اقول، يعني من ثمارهم تعرفونهم. بكل تأكيد، يعني هالإشكالات اللي شفناها أصدقائي، يعني واحد يفكر فيها شوي، يعني ما بتلاقي واحد وصل صار من كبار العلماء إلا هو بالفعل يا أعور يا أعرج، يا يعني طالع العقد النفسية اللي جواته اللي بده إياها، وبصير بأعلى المراكز فبيطالع العقد هاي على الناس، بيطالع عقده كله إنه بهالدنيا هي الله لم ما عطاه بشكل حسن، وما عطاه مثلا النساء ما بترغبه، فبيحفز نفسه انه بالجنة راح يرغبوا النساء وكثرة النساء. رجعت لنا نبوية، مضبوط تفضل نبوية. مضبوط كلامك. ونبوية عنده سؤال، هي بعد ما شافت الصورة هذه رجعت غيرت البامبرز مرتين، صار عنده إسهال. أنا إحنا آسفين جدا نبوية، بس هي عنده سؤال تريد تسأل. أنا عاوز أعرف إذا أنا رحت على السعودية حيسمحوا لي إن أنا أركب عربية، ولا هم دول نفسهم اللي محرمين علي ركوب العربيات؟ مش النسوان عندهم، النسوان عندهم ممنوع يركبوا العربيات أو السيارات نبوية؟ لأن هذا الأعور اللي شفتيه كم واحد هم؟ العوران العوران اللي شفتيهم هذول هم اللي ماسكين أمور الزمان بأيديهم بالمملكة. فإذا هو السلطان وقاعد يشرب بول البعير، باقي من هذا الأعور ايش تتوقعين؟ هاي بعد كملت على قولتهم هزلت. نبوية حط على الشاشة بدي أحكي معاها. تفضل نبوية، قلت علي. لك يا نبوية بدك تروحي على السعودية مشان تسوقي سيارة وانت بكندا؟ خليكي عايشة بأمريكا يا بنت، ده أشرف لك. معك حق بكل اللي بتقوله خيجان، عشان انا ايه، انا بس كنت عاوزة اقص نبض، انا كنت عاوزة، انا بس يعني متكلمة، انا المتحدثة الرسمية باسم كل البيبي البنات الستات، هم معينين النبوية اعتقد المتكلمة الرسمية لحقوق المرأة في السعودية، تدري ولا لا؟ بس على احلى شيء هاي الوردة البلدي، شايف البلديات الستات بمصر؟ يا اخي بتعرف انا هي اكيد نبويه، وقت سمعت انه راح نبعثها برحله عبر الزمن الى الماضي لعند محمد، هي تزينت وتشيكت، بتعرف نوايا رجع محمد. خافت، يا سلام خافت، رجعت حيوان منوي من كثر الخوف. يمكن احد رجعت للزمن، رجعت حيوان منوي، قدمها كمان شوي لقدام، وصلها، زبطها شوي، زبطها. يعني نبعثها لهارون رشيد، يعني هو اخره من محمد هذاك هارون رشيد. هارون الرشيد كم سليمان، ليش لا تروح بعيد؟ سليمان بيقولوا عليه حكيم، سليمان حكي حكيم النسوان. اللي كان يحكي مع النمل، ايوه نسيته؟ شي اصلا هبل. متجوز ما بعرف شي، يقول لك 3000 حرمة، 3000 عبيد، ما بعرف شو أما إما أما جارية جارية، ومتجوز بالحلال اثنين، وسوى مسكين يعني بيمشي على الحلال الزلمة. هو بس اثنين متجوز، بس عنده 3000 من الجهة الثانية وما ملكت أيمانهم. آخ، في عندنا مثل يعني بيقول لحتى شعب، نقول ايه، تفضل تفضل خديجة. في عندنا مثل بيقول شعب إذا ضرب الحذاء برأسه صاح الحذاء بأي ذنب لأي ذنب يضربه. أضربه، صحيح صحيح. هذا
بس احنا يا اخي جال حتى نكون حقانيين، يطلع لك المسلم يقول لك انت حاط قدام عينك بس فقط الاسلام. لازم نكون منصفين ان الاسلام تراث، هي يعني قمة الزبالة فوق، يعني انت شايف لما نروح على المزبلة تشوف مثل شكل الجبل، قمة الجبل هي الاسلام، بس تحت منها في عندك المسيحية وعندك التوراة اللي وصلت هالمواصيل. يعني هو تعلم من أبو إبراهيم الجواد، إبراهيم كان أكبر جواد وسوى بينا دقة ناقصة إبراهيم، وعلى أساس عراقي ومولود وين هو بيقول وطى راسكم وطى راسنا، لعب بينا دقة خايسة، راح ترك العراق بلد الخيرات، وين راح؟ على تشول، على الصحراء، يريد يبني له كعبة، يريد يبني له كعبة، ويروح بعدين يقود على سارة اللي هي أخته عند الملوك بمصر، عند أجداد نبوية، أجداد نبوية الفراعنة. يا اخي يا اخي، بشان يسوع الدلوع، انا بصراحه بشان ما يزعلوا المسلمين، يعني احبابنا واصدقائنا واهالينا الحبايب، ببدايه الحلقه انا فرجيت عندما يتكلم المسيح. طيب شو رايك نرجع نشوف الصوره نشوف عندما يتكلم المسيح؟ نعم. طيب خلينا نشوف الصوره. اصدقائي يعني حضروا عقولكم وحضروا قلوبكم لاستقبال ما يتكلم به المسيح، ما ينطق به المسيح. بس سؤال، نقدر نحضر الزياجة بعد؟ عندنا زياجة نريد نحضرها، زيج زيج، اشرح لي ما هو الزيج. هذا اللي لما يطلع خطيب جامع يسوي له بالأخير يعني بعد ما يكمل. إذا بتقدر، حضر، يعني ما في أي مشكلة، بس أنا بحب من أصدقائي اللي عم بيتابعونا إنه يحضروا زياجة، عقولهم وقلوبهم مشان يستقبلوا كلام المسيح. وأنا عندي متابعين من مدينة الصدر ومتابعين من الحلة، أريدهم يجهزون للزياجة. تفضل أخي جان. أوكي، خلينا نشوف عندما يتكلم المسيح، وين بده يكون السيد المسيح وماذا سيقول إذا تكلم. أي السيد المسيح؟ تحية. أي السيد المسيح؟ إذا تكلم المسيح ماذا سينطق؟ هنا هذه وعظة الطيز يسمون، أنت عندك وعظة الجبل وهذه يسموها وعظة الطيازة. بصراحة يعني أنا أتوقع إذا فتح بقه هو حيطلع إيه من بقه، يعني راح يطلع اسهال، وكل اللي واقفين شايلين شمسيات حتى يغطون راسهم من هاي البركات، اللي هاي يسموها بركات طيزة. عن جد بركات طيزة، بركات طيزة. شكرا. بركات طيزة. بالفعل إذا تكلم المسيح يعني ما أظن يعني راح تنزل خيرات أكثر من الخيرات اللي شفناها. طيب خلونا نروح على لا هو بس حتى ننبه، يعني يقول لك طيب ما كان المسيح مؤدب اكثر من محمد، على اساس يعني هم بيقولوا لك هيك الجماعه. اها تقول لهم طيب هو شو قال المسيح؟ قال لك حيث البكاء وصرير الاسنان. هذا بالنسبه للي يا ويلو يا سواد ليله اللي لا يؤمن. واحد حر ما بده يؤمن، مش مقتنع ان هذا هو الاله الظاهر بالجسد، فما هو الوعيد على لسان يسوع المسيح الناصري أنه سوف يرمى في بحيرة الكبريت، بحيرة الكبريت التي لا يطفأ نارها، حيث البكاء وصرير الأسنان. تعرف يعني صرير الأسنان؟ واحد من شد ما يكون خايف أسنانه عم تطقطق، تشوف أسنانه عم تطقطق. شوف هذا الوصف، محبة الله الفائقة، هذه هي المحبة يا جماعة، طبعا حرية الرأي والمحبة. إيه؟ بكل تأكيد، يعني يا أخي، رياض، يعني طيز النعجة لما تتكلم فشو بده يطلع منه غير هالضراط، هذا الصرير الأسنان إيه؟ هالأكل هوا هذا، للأسف الشديد. طيب خلينا أصدقائي ناخذ كم تعليق من اليوتيوب ولنشوف تعليقاته. أنا راح أفتح سكايب ويا ريت مشاركاتكم، أتمنى، أنا أشجعهم على المشاركة خيجان. يعني في الاخ جورج عم بيقول لنا. طيب خلينا نشوف في كومنت تانيات اظن مخبيات. لا، في المفتي عبد الله خليفة رسول الله، حبيبي المفتي،
تحياتي للمفتي. لا وشو حيطل؟ ولي الأسماء الحسنى ودعوني بها، أهو الله الذي لا إله إلا هو، الله الحشرة، الله المنحط، الله الشحات، الله الصرصور، الله القواط، الله الكذاب، الله الزاني، الله النكرة، الله التافه، الله المقبور، الله الواطي، الله السافل، الله الضعيف، الله النمي الدميم الذميم، الله المجنون، الله الخربة، الله السادي، الله الخيالي، الله الحقير، الله الصغير، الله الجاهل، الله القذر، الله المريض، الله المعدوم، المعدوم الله حي المعدوم أظن، الله المعدوم. الغيوث. هو بالفعل الاسم اللي ينطبق حفر وتنزيل هيك عليه، هو هذا الكلمة، الله الديوث، الله الشاذ، الله المتخلف، الله المصلوب، الله النجس، الله الوسخ، الله المغلوق، الله الوهم. بكل تأكيد الله الديوث هو الكلمة اللي الاسم اللي لابق عليه بكل حفر. الديوث دعواتك مستجابة إن دعيته في الأبكار، يعني قبل طلوع الشمس بالفجر، وتقول يا ديوث يا ابن القحبة، هاي على طول دعواتك مستجابة وانت مغمض. بالضبط بالضبط. يعني اذا وبالفعل انا الاخ المفتي انا احبه جدا، يعني بالفعل لازم يفتينا بهالدعوات هاي، خصوصي ليلة القدر الصبح، يعني يقول يا ديوث يا ليوث ارحمنا من ذاك الديوث اللي بالشام قاعد يضربنا بالطيارات. على وقت يدعو بهالدعوة هاي بلكي بشار الكلب يوقف ضرب يقصف الناس. آمين آمين. هاي تحتاج طواف 7 مرات حول المرقد داروين عليه السلام بلندن. راح اطوف لهم انا بدالهم. طيب خلونا نشوف الاخ جورج عايف تعليق، عم يقول كلاب الصحراء هؤلاء يرجون لممارسات جربوع الصحراء، يروجون لممارسات جربوع الصحراء صلعا في القرن ال21، نعم ويجي يعمل نفسه أمير ولا ملك، وهم جرابيع جهلة حثالة البشرية، ثم يأتي أشباه البشر كالعرافي والزغلول. يا أخي يا أخي جورج يا حبيبي جورج، رح تلعب نفسي. اسمه بهلول، بهلول هذا حمار اسمه بهلول وليس زغلول. يروجون لهذه الإفرازات الفكرية لكلب الصحراء بعد أن قبضوا الدولارات من حثالة البشر. هي حلقة وسخة ومشبعة ببول البعير وملفوفة في الغائط، ويجي في الآخر الصلعم الكيوتي يقول لك أنت بتجرح مشاعري. وهذا يستحصر قول اللمبي في فيلم كنكوت، واجع ايه عليك دوار بالكيف بتاع يلي قاعد على الجعدة نفسيها. المهم اللهجة المصرية هون بالكتابة شوي انا ما نطقتها هاي صح. لازم، هاي لازم ينزلوها مقالب جريدة الأهرام، هذه أول بالضبط صفحة. بالضبط بالضبط. ولا بشي جريدة من جريدة الرياض، مو جريدتك انت، ها جريدة على بول البعير. أنا جرايدي بس اللي عمرهم فوق ال 18. طيب الاخت رشا بتقول تحية للاخ جان وتحية من الاعماق الى الاخ رياض من بلد الرافدين العراق الحبيب، بلدي الغالي، احييكم واقدم لكم فائق الشكر والتقدير على تنوير العقول المفتوحة. عزيزتي رشاوي، طبعا انا اشكرها الشكر الجزيل، واقفه معانا في القناه ومؤيده، اشكرش على مشاركاتش ودعمش، وهذا الدعم اللي لا استغناء عنه حقيقه. شكرا، كل الممنون، يعني كل الممنونيه من عندك عزيزتي، شكرا. الاخ جورج برجع بيقول تحيه جان وتحيه لامير البحث والعزيزه نبويه، يعني التحيه الكبرى للعزيزه نبويه. بسيطه نبويه بسيطة بسيطة يا جورج بسيطة، يعني نحن جان وأمير البحث وهي عزيزة، لأنه بس أنثى كمان، أنت لحق لي صلعة، لا حول ولا عيني قوة. عيني ليك يا حبيب قلبي، عيني ليك، تيجي تتجوزني عشان انا خلاص وائل خلص الوتر بتاعه، خلاص من وائل انت مشلب ابو وائل، خلينا بجورج، جورج احلى، عيونك أكيد أكيد جورج الله راح يكون يعني يتصل، أكيد أنا بتمنى يتصل، الله راح يفتح السكايب. طيب بيقول تحية جان وتحية لأمير البحث والعزيزة نبوية، الله مثير للضحك فعلا، ولكن
هذا العظيم قلدة الحنفية أكثر كوميدية سبحانه. ايه في الأخ طارق عم بيقول يخرب بيت تقل دم أهلك، ولا مشكلة نفكر حاله دمه خفيف، يعني يا أنا يا أنت مفكرين حالنا دمنا خفيف. هو يقصد دم نبوية، مش أنا ولا أنت. نبوية وقعت براس، كلها براس نبوية هاي الحلوة، يا نملمعة. حرام يا حرام عليك، أنا خلص راح أبعتك لمحمد في رحلة عبر الزمن. في الأخ كردو عم بيقول من كردستان، تحية للأخ جان والأخ شجاع البغدادي. الإفلاس عند في الأخ روزيم يوسف عم بيقول الإفلاس عند المسلمين خلاهم يدوروا على دليل بيطيز العنزة وبيطيز الدجاجة وبيطيز البقرة، ولو ما عافوا ما في عافوا طيز إلا يدوروا على دليل على ربهم في بين الطياز. يعني للأسف الشديد هذا الوضع، يعني ما بعرف. هذه قلة الحيلة خيجان، يعني هو هذا الإفلاس. الواحد لما يكون مفلس يتشلب بطيز أبوه، أي شيء يلاقيه، بس يعني يا جماعة هذا دليل الإفلاس الديني، هذا برأيي يعني. طيب في عنا الأخ وليد عم بيقول ألف تحية وحب ومودة لكم أصدقائي أخ جان وأخ رياض. استفسار للأخ رياض، إيشو الفيسبوك مالتك؟ ماكو خيو. سؤالي لحضرتك، ما قولكم في غزوات صلعة بني قريظة وغزوة أخرى وغزوات أخرى كثيرة؟ آخ يا أخي شو بدنا نحكي، لا نحكي على غزوات محمد النجس هذا. تفضل إذا بعد بدك تجاوب الأخ. أنا نسيت اسمه بقى، بس دقيقة أشوف اسم الأخ. الأخ وليد، أخ وليد أخ إبراهيم. وليد، تحية أخ وليد حبيب قلبي. الفيسبوك الصلعومية والفيسبوك راح يغيرون اسمها، سمعت؟ راح يصير اسمها فيس محمد نعل، هاي التسمية الجديدة اللي جاية بالطريق، لأنه مارك أعتقد اعتنق الإسلام، مؤسس الوحي، ربي له لحية. فمن كثر الشكاوي، تعرفون الصلاعمة عندهم مبادئ تطبيق حرية الرأي والتعبير عن الآراء الشخصية بكل حرية وديمقراطية، فراحوا سوا وقدموا لي هدية على العيد، بمناسبة العيد انفجار ملعون في بغداد، حلت عليهم اللعنة وسكروا الفيسبوك في ذات الآن. فأنا حاليا متسكع بدون صفحة، ما عندي صفحة، فلذلك الفيسبوك مغلق حاليا. هذا بالنسبة، هذه من جهة. بعدين كان المقطع الثاني غزوة بني قريظة، هي ليست غزوة، هي مذبحة. هذا يسموها بالإنجليزي جينوسايد. جينوسايد اللي ما يعرف يفرق بين طفل وبين ذكر، هذا رسول، دير بالك، هذا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا قندرة يوحى. إذن شلون؟ قال لك كل واحد نزل شلح البنطلون السروال، هم ما كان عندهم بناطرين، يعني مو مثل اليوم تشوفه هذا لابس جينز، شلح او شيل القلبيه، ارفع القلبيه لفوق، في شعره، في شعره، اذا هذا اصبح بالغ. يا عيني شفتوا يعني هاي الحكمه المحمديه يسموها، كيفيه التمييز بين الطفل وبين البالغ عبر الشعره. اللي عنده شعره ابتلى، راح فيها، راح بشربه ميه، قتل وسفك دمه. واللي ما عنده شعره اخذوه صبي يشتغل خادم، يشتغل عبيد، عبد. هاي المحبه المحمديه الصلعوميه بشهاده التاريخ. للاسف الشديد، يعني نحن بصراحه رياض شو رايك يعني بهالعالم هي اللي تبحث عن الله في طيز الدجاجه، ببطاطاي، بغيمة، بخرية، بحيش السامعين، بكل شيء. يعني شو الهدف، شو الهدف انه يعملوا هيك؟ ولا بيقول لك اذا ما بتعمل لايك يكون الشيطان منعك والشيطان لعب لك بعقلك ولعب لك بطيزك حيش السامعين وما خلاك تعمل لايك، والله راح يسألك في هذيك الدنيا الوهمية هاي انه ليش ما عملت لي لايك؟ تفضل. أنا طبعا جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا ما صار لي سنة، يمكن سنة واحدة لما دخلت على اليوتيوب ودخلت على الفيسبوك وكل هذه السنين. فأنا فكرتها مزحة، يعني فكرتها نكتة بالبداية، إنه سووا يا جماعة لايك، أفلح من صلى على محمد وآل محمد، هذه
وجدنا صورة للإمام بطيز النملة وضراط النمل. أنا قلت هاي نكتة، طلعت لا هذول عم بيتكلموا جد، إنه فعلا إذا ما عملت لايك راح يطلع لك الشيطان وأنت ونايم بالليل وراح يزرب على عيونك. ما أنت عندك الجماعة اللي يقعدون الصبح عندهم شوية إفرازات على العين، هذه طلع خرج الشيطان وإحنا ما معنا خبر، هذا طلع زراب المطي. أنا كنت أفكر إن هي مسحة، لكن طلعوا الجماعة عم بيتكلموا جد إن هم ذي مينت. فهذا يدل على إفلاس، هذا يدل على تخلف، هذا يدل على أن هؤلاء إن وأثبتوا بالدليل عندما يستلمون زمام الأمور في بلدانهم. تشوف هذه البلدان من أتعس البلدان احتراما، يقولون يسمونها العالم الثالث، the third world، هي المقصود منها بالعراقي بالمشبر راح نقول العالم اللي بطيز لقن، يعني بآخر القائمة. ليش تشوفه دائما حكومات إسلامية دائما مثل أفغانستان، مثل الصومال، مثل أنت على أفا من يشيل هذه الأمثلة موجودة في العالم الإسلامي. هؤلاء هم المفلسين، ما يقعد يجيب لك معادلة فيزيائية يكتشف لك أين الرابط بين الكمومية من جهة وبين الكلاسيكية لإسحاق نيوتن، أو يحل لك مشكلة السرطان والأمراض الخبيثة. لا، هو شاطر بس بطيز الدجاج والله اللي بالبطيخ، هذا تخصصهم. بالضبط أخي رياض، طبعا عم تسمعني. في الـ MP3 ما بعرف إذا كان ذكر ولا أنثى، عم بيقول أو عم بتقول: أخي جان، ما رأي الأستاذ أبو يوسف بمجتمع الفلات إيرث من الغربيين؟ فلات إيرث يعني الأرض المسطحة. الفلات إيرث، سوري، الفلات إيرث من الغربيين، وهل يمكن أن يخصص حلقة في مناقشة آرائهم والرد عليها؟ بصراحة هنالك في اليوتيوب القنوات الأيثيست الإلحاد الإنجليزية أو الناطقة باللغة الإنجليزية كم هائل على قولة المصريين على أفا من يشيل في الرد على مثل هؤلاء. ربما نحن نفتقر الناطقين باللغة العربية لمثل هذه، ومع حق مطلوب مني أني أعمل يا إما ترجمة يا إما أنا ألقي موضوع من عندي. أنا كنت مفكر أن هذول عددهم بسيط ولا يحتاجون إلى رد، ليش الواحد يتعب نفسه ويرد عليهم أصلاً أساساً؟ لكن تشوف أنه لا، بالعكس عددهم هنالك كم هائل من هؤلاء المتخلفون الذين يؤمنون بأن الأرض مسطحة. بناء على ماذا؟ هل هي بناء على راح دور وفتش علمياً بالمنهج العلمي حتى يكتشف فعلاً أن الأرض؟ لا، هو يعتمد على نصوص، ماذا؟ نصوص دينية كالمعتاد، يعتمد على الإنجيل أو يعتمد على التوراة العهد القديم أو يعتمد حتى في منهم على القرآن حتى يثبت لك أن الأرض. واحد منهم مصري أنا سويت عليه تعليق اسمه محمد بسيوني، محمد بسيوني طلع يقول لك أن السماوات مرفوعة بأعمدة، بس احنا مش شايفين هذه الأعمدة، بس هي موجودة هاي الأعمدة، وجعل لكم الأرض تخته فراش، يعني شرشف وتمده، والأرض رواسية، ومرج البحرين يلتقيان. قلت له يا محمد والنبي روح شوف لنا هذا السد اللي بناه، شو اسمه هذا ذو القرنين المطي، لأنه يعني بنى سد عالي حسب القرآن، ومن خلف هذا السد هنالك قوم يأجوج ومأجوج المساكين، صاروا آلاف السنين محبوسين وين؟ وراء هذا السد، مش قادرين يطلعون من وراء السد. لا نفع معهم الآيباد، ولا نفع معهم الجي بي اس، ولا نفع معهم جوجل ماب حتى يشوفوا طريقهم ويطلعوا من وراء يلفوا لفة كبيرة هيك مثل ما لف خالد بن الوليد حوالين الجبل في غزوة أحد. لا، هذا هاي هي يعني، بس هو محق فعلا، هم عددهم لا بأس به هؤلاء المتخلف. أنا كنت بالبداية أستهزئ وأقول ما فيش داعي الواحد يتعب نفسه، هذول شلة من الشرذمة حالة استثنائية، كم واحد طلعوا، طلع عددهم كبير، عدد لا بأس به، موجودين في أمريكا، هاي السوبر باور اللي هي على أساس بلد متقدم. تشوف أمريكان قاعدين بالكنائس يتكلمون عن الأرض المسطحة، وعملوا لحالهم يا أخ جان، عملوا لحالهم سوسايتي اللي هي منظمة، منظمة جماعة الأرض المسطحة، وعندهم ويب سايتات على الانترنت، وعندهم مقالات، وعندهم خزعبلات.
وفي ناس عم بتصدقهم للأسف الشديد. في قول رياض، في قول بالفيسبوك بنسمعه كثير، انا نسيان من اسم القائل، انه من عيوب الديمقراطيه او العلمانيه بتخليك تسمع كلام الاغبياء يعني، وتسمعه للاخير يعني، تسمع كلام الحمقى. صح. فمن عيوب الانترنت انه هيك حمقى ممكن ينشروا افكارهم كمان. اذا الارض مسطحه يعني، مسطحه طيب، وبتحت شوفي على شو واقفه، على واحد، على تور، على قرنين، هيك تور له قرنين شايل الارض المسطحه. موجودين في مصر. هذا اللي السبب اللي خلى نبوية تدخن سجاير، شخصية اسمه أمين صبري، يمكن سامع فيه خيجان. أمين صبري، لا انا ماني سامع عن امين صبري. وكويس وكويس انك ما سامع فيه، وان شاء الله ابد ما تسمع عنه ابدا، لانه أمين صبري على اساس هو مخترع وشاب مصري، وعلى اساس انه مثقف ولساته في اول العمر، عمره 20 او 19 او 20 سنة، يطلع يقول لك كل الحكي عن رواد الفضاء وكل الحكي عن خروج المركبات الفضائية إلى الفضاء كلام فاضي وكذب، وبيجيب لك آيات قرآنية حتى يحاول يثبت لك أنه الأرض فعلا ما في شيء اسمه خروج الغلاف الجوي. وعند متابعين تشوف الفيديو تقول هذا واحد هلفوت، يمكن راح تشوف لك 20 مشاهد، لا 25,000 مشاهدة خلال في ظرف اسبوع واحد، يسمعوا كلام واحد هلفوت. بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه عندهم دستور الديمقراطيه، لكن ما اعرف ما هو المثل، انه الشيء اللي كان حبيبك من عسل ما تلحسوش كله، فاصبح فيها سوء استخدام. هؤلاء جماعه الفلات ايرث سوسايتي وجماعه الخلقويون يسموهم، الخلقويون لا يؤمن بأن الكون عمرها بلايين السنين، يقول لك هذا كله خلقت في 6 أيام بالعدد، 6 أيام مثل ما هو مكتوب، ليس فقط عند اليهود، موجودة أيضا. ابن تيمية يقول أن الله خلق كل شيء في 6 أيام، ابن تيمية. وهؤلاء يذهبون إلى المحاكم في الولايات، يقدمون دعوة لتعليم هذه النظرية، يسموها نظريات، شوف يسموها نظريات، يا جماعة نريد أن تعلمون هذه النظريات جنبا إلى جنب مع النظريات التي تسمونها بين قوسين العلمية. هذا هو احتجاجهم، يردون يوصلوها للمدارس، يعني يردون غسل العقول للأطفال المساكين الأبرياء، يروح للمدرسة حتى يتعلم أن الأرض مسطحة، أو أن نظرية التطور والارتقاء خرافة. هذا هو هدفهم، هذا هدف الأغبياء. يعني الأغبياء في كل مكان، مو بس عنا بعالمنا المتخلف، حتى بالعالم المتحضر بتلاقي أغبياء إلى أبعد الحدود. يعني أنا بزمانه كنت طالع بالطيارة، فقعدت جنبي، لا هي غير الغنية، هي قعدت جنبي حبة قلبي، يا غير الغنية هي. فقعدت جنبي سيدة إيرلندية أظن أو اسكتلندية، ما عاد تتذكر البلد، ففاجأت عم تحكي لي بجهوفا ويكنسيس وهل هالمتخلفين. قلت لها ستي أنا ما ناقصني خرافات، ها بكفي يعني أرجوكي. خرافات؟ قلت لها إيه خرافات؟ يعني شو عم تضحكي علينا؟ جاي هذا جنة ونار وبطيخ وهلا الأكل هوا، هذا خرافات لك؟ شو عم سكتت، وهي الشقرة وغبت حمراء بيصيروا بندورة غبة يعني، إذا بتضربها بأظفرك يمكن شر الدم بطلع. هذا يدل أخي جان، هذا أكبر دليل، يقول لك أنت ليش لا ديني، لماذا أنت لا ديني؟ هذا الكتاب هو اللي يسموه المكدس عند المسيحيين وعند اليهود، ما عدا اليهود الذين لا يعترفون بالعهد الجديد، وعندك القرآن. أي شخص من أي بلد، لأنه مجتمعاتنا الشرقية مفكرين أنه إذا أمريكي يعني ذكي يعني متفوق، إذا إنجليزي يعني على رأسه ريشة، لكن صدق وآمن أنه هذا الشخص اللي على أساس من الدول المتقدمة، إذا بلش يقرأ بهذه الكتب بحجة أنها كتب سماوية أو بحجة أن هذا هو كلام الله،
على طول تشوفه انقلب من جينيوس الى حمار مطي بين يوم وليله، على طول ينقلب. هذا الفيروس يعني هو فيروس خطر جدا. فهذه النصيحه، ابتعدوا عن هذه الكتب. اذا تريد تتثقف روح امسك لك كتاب كوانتم فيزيكس، كتاب بيولوجي، احسن لك 100 مره من هذه الزباله. ولا ايش رايك خيجان؟ بكل تاكيد، بكل تاكيد. يعني بالفعل مثل ما قلت، انا بسافر مثلا مرات بهون ببريطانيا بين مدينه ومدينه. بتذكر مره وحده مسيحيه اظن، يعني مفرعه، ما يحط قران، اكيد ما يحط قران، حط انجيل، وقاعده عم تبكي. لك على شو عم تبكي بنت الحرام؟ ما في غير شو شويه اكل هوا بهالانجيل هذا. صحيح. على شو عم تبكي يعني؟ صحيح. هذه عم تبكي هيك لك يخرب بيتكم، خربت بيوت العالم بهالخرافات هاي وبتبكوا عليها. طيب الرياضة، أن بدنا نشوف فيديو بصراحة. أيوة. لبهلول النجار هالحمار هذا الكذاب الأول. أيوة. يعني بحزب النفس مثل ما بقولوا، إنه ملايين الناس بتفرجوا عليه وبيصدقوا كلامه الهبل، الكلام يعني مشبع ببول بشخاخ الجمال، ببول البعير، وريحة الخرى طالعة منه حيش السامعين، وبيصدقوه. ولا على أي قناة؟ قناة اقرأ، قناة التخلف. اقرأ انتو يعني شو واحد يحكي عليكم؟ الأمية والتخلف كله، لا، وبيجوا بسموا حالهم اقرأ، يعني بكونوا أقبح شكل بقولوا بسموه جميل. صحيح صحيح. ما يقول لك المثل، القرد بعين أم غزال. بالضبط بالضبط. على كل حال بدنا نشوف الفيديو هذا وبعدين نعلق على الفيديو. كنت أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهرة. نعم. وجاءت القوات الأمريكية معتدة بعددها وقوتها وسلاحها، وسمعت قيادتهم يقولون هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط المصريين ويحول دون خروج المرأة سافرة بالشارع، سنجبره على ذلك بالقوة. فجاءني طلاب الجامعة مستاؤون، يعني لا، يعني نريد أن نقاتل هؤلاء الناس. ثم بما تقاتلونهم؟ يعني نصف مليون جندي بآلة عسكرية لم تستخدم من قبل، ماذا معكم عشان تقاتلوهم؟ ثم هؤلاء الناس دخلوا بموافقة حكومتكم، فأي طعام لهم يعرضهم تحت طائلة القانون. قالوا يعني نرغمهم على أضيق الطريق. طيب هم راكبين سيارات عسكرية مصفعة أو دبابات، وأنتم سيارات مدنية من الديسان. كل هذا ليس في استطاع. قالوا يعني نتفرج عليهم. لا، ما نتفرجش عليهم. ماذا نفعل؟ ندعوهم للإسلام. فضحهم. ندعو من؟ ناس قادمين باستعلاء وكبر شديد. قلت والله شوفوا حد من يعني ضباط الاتصال السعوديين يسألهم إن كانوا يحبوا أن يسمعوا شيئا عن حضارة هذه البلاد، ولا تقول الإسلام صراحة لا يكون ذلك سبب في صدهم. فرحبوا جدا لأنهم كانوا جالسين في حالة من الاستياء النفسي لعدم توفر أي وسيلة من وسائل الترفيه التي تعودوا عليها. فذهبت إليهم أنا ومجموعة من إخواني في جامعة البترول والمعادن أرامكو سكيكو، ممن يجيدون الحديث عن الإسلام باللغة الإنجليزية. ففي خلال 3 أشهر أسلم أكثر من 20,000 رجل وامرأة. أكثر من 20,000. 20,000. نعم. ولدينا قوائم بأسمائهم وعناوينهم وأرقام تلفوناتهم، ومن لواءات إلى جنود، ومن رجال إلى نساء، ومن بيض إلى سود. وكان كل واحد يسلم، والله أخي الكريم، يقول جملة كأن الله ينطقه إياها. يقول ما ذنب أبي وأمي أن يموت على الكفر لأنكم كسالى، ما جئتم تدعوننا إلى هذا الدين، وكان علينا أن نغزوكم في عقل داركم حتى نسمع عن الإسلام. سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن عادوا في محاولة لربطهم بمراكز الإسلامية قريبة من كل منهم. والله ما ولا واحد فيهم إلا وأتى بعدد من الذين أسلموا بسماع قصة الإسلام. دعيت لمسجد في واشنطن دي سي، اسمه دار الهجرة. أخطب خطبة الجمعة.
فلاحظت في صفوف المصلين لواء بحري، فما دخلني شك انه كان في الخليج. بعد الصلاه جاء يسلم علي فسالته هل كنت في الخليج؟ قال لا، ابني كان في الخليج ونقل الينا الاسلام. الله، يعني فعلا شيء. ولذلك انا على المسؤولين في العالمين العربي والاسلامي ان يدركوا تمام الادراك اننا نمر بظروف من اصعب ما يكون، ظروف يعني تمكن على كل. عن إذنك خيي جان، بس بدي أروح أستفرغ وأرجع لك تاني. آسف آسف كتير، آسف كتير أصدقائي، يعني حقك أخي رياض تستفرغ من هالكلام هذا. وبعدين ليش ما عمل لي سبسكرايب على القناة تاعي؟ عم أتصل من جورج، خلينا نشوف جورج. جورج تفضل. جورج جان حبيبي تفضل. جورج مساء الخير على أمير الحس. مساء الورد، أهلا حبيبي جورج. سمعني؟ سامعينك تفضل. طيب، نقطتين على السريع برضو زي كل مرحلة. أولا بالحديث عن نظرية التطور والخلق المقابل من نظرية الخلق الذكي، هنا في الولايات المتحدة في تجربة، يعني التجربة بتاعتها تعتبر تجربة رائعة، يعني ويا ريت حتى الدول العربية تغير من هذه التجربة أو تقراها أو تعرف عنها، لأن كان وقت الستينات الخمسينات والستينات كان هذا الصراع بين الدين والمتدينين من جهة وبين العلماء من جهة أخرى، وفي بنسلفانيا وفي تينيسي كان في مدرسين أحياء مدرسين علوم تم محاكمتهم عشان خاطر بيدرسوا نظرية التطور، والموضوع وصل للمحكمة والمحكمة حكمت بعدم تدريس نظرية التطور وتدريس نظرية الخلق الذكي، وفضل الصراع مستمر السنوات إلى أن وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي. ما فيش حاجة اسمها نظرية الخلق الذكي، الكلام ده غير علمي ولا يدرس في المدارس، غير علمي ولا يدرس في المدارس، وهي تجربة رائعة يعني اللي يراها ويرى ازاي الصراع وازاي انتصر العلم في النهاية، وازاي هذا الشعب وحكومته والقضاء فيه عارف يوصل في النهاية لأن هو ينصف العلم قابل الجهل، تجربة رائعة يعني. النقطة الثانية على هذا البهلول اللي كان بيتكلم من شوية، كمية المعلومات اللي قالها طبعاً لأنه بيتكلم مجموعة من البقر والبرهاء. جورج، طيب أظن الصوت عن نبوية. لا نبوية فرحت لما سمعت صوت أطفال ملاحدة، قالت هذول بتوعي. معناته صوت الأطفال من عند جورج. أوكي. صوتي من عندي. أوكي. تفضل النقطة الثانية تبع بهلول. أولاً، عمر في حياة الجيش الأمريكي ما كان فيه نص مليون عسكري أمريكي في السعودية، ما حصلتش إطلاقاً، خصوصاً المرحلة اللي أو الفترة اللي كان بيتكلم عليها بهلول لما كان هناك بقى وشوفه. ما تفهمش الكلام ده كان سنة كام يعني، حاجة و80 أو حاجة 90. على الإطلاق لم يكن الجيش الأمريكي نص مليون عسكري إطلاقاً، ما حصلش. عدد القوات الأمريكية أولاً المجمل بتاعها من البحرية الأمريكية، في بعض العناصر من الأرمي والجيش، لكن المجمل من البحرية الأمريكية وكان المنوط بيهم أو وظيفتهم مش غزو السعودية زي ما هو بيقول، ولم يأثروا هناك بالعتاد الثقيل. كان كل وظيفتهم إن بعد الحادثة اللي حصلت واتقتل الأمريكان في المنطقة اللي هم بيعيشوا فيها في السعودية، نسيت اسم المنطقة، بس المنطقة اللي بيعيش فيها الأمريكان كان مجمع ليهم، وفي هجم عليهم السعوديين وقتلوا منهم جزء كبير، ولم تستطع الشرطة السعودية والجيش السعودي حمايتهم، فاضطرت الحكومة الأمريكية أنها ترسل بعض قوات البحرية الأمريكية لحمايتهم. فما كانش فيه العدد ده إطلاقا، ما كانش فيه كمية العتاد دي كلها، ما كانوش بيتكلموا مع حد في الشارع، لما يكون مسموح لهم إنهم يتكلموا معاه عشان يقف زغلول النجار يديهم قرآن قال، ولا يسمعهم كلمات الله ولا الكلام الفاضي ده. فيعني كمية قراءة رهيبة، اللي عايز يفهم الموضوع ممكن يشاهد وثائقي أو يقرأ أي حاجة منشورة لمواقع البحرية الأمريكية عن عدد العساكر، إيه البروتوكولز اللي كانت متبعة، وإزاي الناس دي كانوا مغلق عليهم تماما في المنطقة اللي هم كانوا فيها، ولم يكونوا اختلطوا إطلاقا بالشعب. أكيد أخي جورج، أكيد. طيب جورج، شكرا كثير لك اخي جورج، واكيد راح يكون لك مداخلات ثانيه كمان. شكرا كثير على هالمعلومات القيمه اللي اعطتنا اياها.
شكرا اخي جورج، اهلا وسهلا. حبيبي جورج، حبيبي جورج. طيب يعني شو رايك بالفيديو؟ يعني هل كم مثل ما قال اخونا جورج الكذب الواضح، على شو بيعتمد بكذبه يعني برايك؟ هو مفطر خيجان انه يكذب، لانه هذه هي الوسيله الوحيده عند الصلاعمه لكي يغسلوا يعني قشمر مثل ما نقول بالعراقي القشامر من المستمعين الضحايا. لكن اثار نقطه هو اصلا لم ينتبه عليها، يقول اذا ممنوع بناء دور العباده لاي جاليه من الطوائف الاخرى في بؤره الشر في المملكه، فقط مساجد اوكي ما فيش مشكله، مسلمين ما فيش مشكله، لكن عندهم الخدم السعودي، كل بيت سعودي لازم تلاقي فيها يا فلبينيه يا هندي، هذول عدد الفلبينيات والهنود اكثر من السعوديين نفسهم، والمساكين محرومين، ها ما يقدر، ممنوع انه يسوي له كنيسه صغيره هالشكل مشكلمه، بيت جراج حتى لو بحجم الجراج، يعني يسوي لها يوم الاحد يروح يقدس، يسموه القداس يوم الاحد، او الهندي يريد يجيب له فيل، يريد يجيب له بقره يقعد يعبدها، ممنوع. فالسعودي قال وثم ذهبت الى الولايات المتحده، زغلول الفشار، ودخلت مسجد في نيويورك. اين؟ في نيويورك، نفس المدينه التي غزاها هؤلاء الحفاله اللي سموها غزوه مانهاتن، وهذه الضحايا اللي ماتوا بسبب البنايه المركز التجاري. ولا زال مسموح لكم يا مسلمين يا وسخين انكم تبنون دور الفساد، بؤره الشر في هذه المساجد في بلاد الحريه، في بلاد الديمقراطيه. فهذه النقطه الاولى التي، وانت طبعا عايش بانجلترا اخ جان، وعندكم زباله المسلمين موجوده في كل كورنر تقريبا، عدد المساجد عندهم والمراكز الإسلامية للأسف للأسف الشديد يعني مثل الخرط طيشش في كل مكان. أنا أتذكر مدينة صغيرة برادفورد، من كثرة الجالية الباكستانية والهندية المسلمة اللي موجودة في برادفورد سموها برادستان، راح الصوت. أي فلذلك هذه النقطة. النقطة الثالثة هو معتادين نحن على كذب زغلول الفشار، صار عنده صيت وصار عنده يعني شهرة لأنه هو تغلب على غيره بالكذب، كمية الكذب وكمية الخداع، فلذلك هو الذي اشتهر من بينهم. ولكن أنا متأكد أن الآخرين شوية أشطر من عنده أو أذكى منه، بس هو ليش تغلب وطلع بالقنوات الفضائية وطلع بقناة الزفت؟ لأنه هو أكثر واحد فيهم يكذب والناس تصدق هذا الكذب، ويتكلم عن السعودية الجيش. طبعا هنا الازدواجية، بأن السعودية ما عنده مشكلة أنه يأتوا الأمريكان سنة 91 حتى يخلصوهم من خطر صدام حسين، هاي ما عندهم مشكلة، وقت المصلحة وقت الضرورة أنهم يستضيفوا المشركين اللي مكتوب عندهم في القرآن هؤلاء الذي مسخهم الله من قردة وخنازير، ما عنده مشكلة، أهلا وسهلا تعالوا إلى بلاد الإسلام، بس خلصونا من صدام حسين، دخيلكم، دخيل نعالكم، دخيل جزمتكم، وقت الضرورة ما عندهم مشكلة، أليس كذلك؟ لكن الأمراء اللي عندهم هناك، الأمراء تنزل كل واحد عنده في القصر والقصور التي يعيشون فيها في حياة البذخ عبر الأقمار الصناعية، يلعبون القمار، يلعبون مع لاس فيغاس في الولايات المتحدة، ينطبق عليهم المثل المصري من برا هلا هلا ومن جوا يعلم دوكنز. طيب أخي معنا الأخ وليد، معنا اتصال من الأخ وليد، تفضل أخي وليد. نعم مساء الخير. مساء الورد، تفضل. تحية لك أخ جون، ويابا شلونك؟ أهلا وسهلا حبيبي. هلا حبيبي تاج راسي، شاكو شماكو. انا كيفكم؟ لان انا اول مره اشارك، انا من العراق. اهلا وسهلا اخي، اهلا وسهلا. والنعم منك، هلا حبيبي. ادري رياضه شويه مرتبك خايف. خذ راحتك، خذ راحتك، انت هنا قاعد بين اخوانك. اوكي،
اكيد اكيد بين اخواني اكيد. انا هم عندي سؤال بسيط الاخ رياض واخ جون. القران يعني انا اعرف كنا 23 سنه يلا كيف اكتمل حسب اقوالهم هم. زين يا ترى اللي انجمع وصلتنا روايات يقولون انه عثمان احرق بعضه وحتى اتهموه بالكفر. زين احنا هاي النسخه اللي وصلت لنا هسه اللي هسه موجوده اللي عد الكل هاي يا ترى يعني منقحه مدورين عليها تقديم يمه؟ احنا لا ننسى بالعصر العباسي يمه يلا صار او ورا العصر العباسي يلا صار التنقيط بالجمع مختلفين في انا هذا النقاش الفرح ويا شخص هم يعني من اصدقائي هم ظل يبرر بدون اي دليل لذلك انا المعلومات يما نعم. اوكي يا اخي سامعانينك اخي وليد، في عندك اي سؤال ثاني اي تعليق اي مداخله ثانيه تفضل. لا انا بس حبيت يعني شوي اكسر الحاجز يعني بس اريد اشارك يعني اكسر الخوف. اوكي ونحن بانتظارك في حلقات ثانيه وليد. أكيد. اخي وليد مشان تكسر الحاجز نهائيا مشاركات ثانيه في حلقات ثانيه اكيد راح تكسر الحاجز و اخ جون وانت تعرف الوضع في العراق شلون اكيد يعني الثقافي الباب عليك. اكيد اكيد يا مثل ما بقولوا يعني بنتمنى لك السلامه يا اخي وليد وبنتمنى لك كل أشكرك. الامان أشكرك. وانا بتمنى استضيفك شي يوم بحلقه من حلقات برنامج الجمعه. اتشرف شرف لي يا اخوي الشرف. تسلم حبيبي دير بالك على نفسك تحياتي. شكرا كثير اخي وليد شكرا. عفوا شو رايك بسؤال الاخ؟ طبعا خيجان انت ما قصرت من هذه الناحية لانك استضافت نبينا سامي الديب اللي اوفى وتكلم الشيء الكثير في هذا المجال، عندك حلقات كثيرة بالنسبة للمشاهدين الجدد تابعوا قناة اخونا جان على اليوتيوب وعنده ايضا صفحة على الفيسبوك فيها هذه الحلقات، ركزوا على بخصوص اللي يريد يعرف عن تاريخ القرآن، نشأة القرآن، كيفية جمع القرآن والخطوط المختلفة التي خطت بها القرآن، هذه تخصص نبينا سامي الديب الدكتور البروفيسور. وأنا اللي تعلمت من خلال هذه الحلقات الجميلة أنه فعلا طريقة جمع المصاحف عليها علامات استفهام، إيش معنى هذه المصاحف أيوة وهذه المصاحف لا، ومن جهة أخرى هنالك بعض الروايات أن بعض المصاحف قد فقدت، من جهة أخرى أن محمد نفسه هذا لم يهتم يعني أثناء فترة وجوده لم يهتم بجمع القرآن اهتماما كبيرا. عجبي عندما يقال لك أن نحن أنزلنا الذكرى وأن له حافظون، رغم ذلك تركت يا إما محفوظة في الصدور يا إما مكتوبة على الجلود أو على أكتاف المعيز والبقر، وهنالك رواية لعائشة أكلها الداجن. هاي من جهة، من جهة أخرى المصاحف التي اكتشفت في عدن وهي قديمة جدا في الزمن تعود إلى 100 أو 200 سنة من بعد الهجرة وهي مختلفة تماما هذه المصاحف القرآنية. أليس هنالك تحدي في القرآن يقول لك ومن يأتي بسورة من مثله؟ لا، وجدنا سور من أهلها من شعبها بالخط الحجازي وموجودة في اليمن اللي هي جارة قريبة جدا من مكة وقريبة جدا من المدينة، وهذه يسموها مصاحف عدن، تختلف اختلاف كلي وجذري عن، بس تعال اقرأ وشوف، نفس الأسلوب الكلام، نفس أسلوب الخط، نفس السجع، نفس الشعر، نفس القندرة، نفس النعال. وعندك أيضا موضوع مثل ما تفضل أخونا وليد، لم تكن هنالك التنقيط، فكان الحرف الواحد ممكن تقرأ بعدة أشكال وكل حرف إلى معنى. إذن أي معنى من هذه المعاني التي كانت مقصودة؟ لا نستطيع أن نعود الآن لكي نسأل، لأن رأس الأفعى قد مات واندثر وأكله الدود، فالآن اجتهادات صارت المسألة. فهذا هو جمع القرآن بشكل سريع، كلها علامات استفهام بصراحة. هو رياضي يعني بصراحة رأس الأفعى يعني حتى ذاته إذا جبته ما راح يعرف القرآن، لأنه زلمة كان ينسى يعني جبريل يجي يتعذب من سبع سنوات
يطير بجناحاته ويعلي ويرفرف ويجي ينزل عنده ويقول له يا محمد هاي الآية بلا 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 بلا، هو الأخ يمشي من هون جبريل ينساها من هون. ايه صحيح كلامك. فرجع الله بشأني، لأنه محمد الطفل المدلل عنده رجع يبعث له جبريل المسكين، إيش كان مسكين بالفعل نازل طالع. تعرف انت تعرف لما محمد مات جبريل قام يهلهل قال لا 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 لا، قالوا له خير يا جبريل، مسوي حفله عزومه على حسابه عازم فيها ميكائيل واسرافيل، يا جماعه خير مات هذا المطي وارتحنا منه، واخيرا كل يوم حاجز قاطع تذكره راكب القطار رايح على محمد، تعال يا مطي ان علمناك الكوثر طز بيك بالكوثر. ايه منيح خلص وارتاح، ارتاح الزلمه بالفعل بالفعل ارتاح الزلمه، يعني طالع نازل طالع نازل، ومع ذلك بيعلموا الآية من هون بنساها من هون. فكيف بدك يا أخي يا وليد، يعني يا كيف بدك هالبشر هذه، إذا محمد ذات نفسه اللي عم جاي عم بيهرتل بهالقرآن هذا على العالم هاي، هو بذات نفسه ما حفظان القرآن، كيف بدك الناس تحفظ القرآن؟ يعني بصراحة مثل ما بقول جبريل كتير مسكين بهالموضوع هذا. بعدين الناسخ والمنسوخ دليل على ذلك، لأنه كل ما ينسى شغلة بالبداية كان عم بتلوق ويلحص طيازة بمكة، لكم دينكم ولي ديني، بعدين راح وصار عنده عضلات بالمدينة، قاتلوهم حيثما ثقفتموهم، يا أنت مش أنت قبل شوية كنت قايل أنه لكم دينة، هاي صارت منسوخة، هذه نسخت هلأ، هذا دليل على اللخبطة اللي عنده، مش هيك ولا لا؟ للأسف الشديد، يعني مثل ما قلنا بصدر الإسلام يعني سبع هذا بطيخات، أنا يعني ما فهمت يعني كيف سبع أحرف، يعني كل بصراحة خربطة بيجي كواحد مثل عثمان الحيي، وهو الطنط بصراحة، يعني نحن بنسميه الطنط باللهجة الحلفية، الأخوان المصريين بسموه الخول، واحنا نسميه الخرنقعي. فبيجي واحد مثل عثمان هذا الخرنقعي الطنط الخول، بيجي بحرق له الكل القرائن على اساس طيب مو الله منزله؟ كيف يعني بيجي عثمان بحرق له كل القرائن لو بعيف واحد مشان المسلمين ما يختلفوا، بعدين بقتلوا له عثمان، وبعدين بيجي هم قتلوا له انه بالغلط حرق كم مصحف بالغلط مع اللي حرقهم، هو كان لازم يحرقها كلها عن بكره ابيها. المهم كمل كلمه رساله لاخي وليد، يعني انا مثل ما تفضل الاخ رياض، يعني يا ريت تتابعنا، كثير طرقنا موضوع القران مع اخ احمد حرقان ومع نبينا سامي، وفي كثير شباب كمان يحكوا بالقران، يا ريت لو تتابع بعض الحلقات المهمه من موضوع القرآن فأكيد راح تستفيد، وبدنا إياك تتابعنا، يعني نحن بدنا تكون من جمهورنا، يعني بتمنى تكون من جمهورنا وتجيب أصدقائك يكونوا من جمهورنا، فهذا الشيء ممكن يعني تدعمونا فيه، يعني مشاهداتكم هو دعم لنا بصراحة. فهذا الموضوع، يعني موضوع القرآن موضوع طويل، موضوع كله كذب ولف ودوران، وحسب السوق بنسوق، يعني حسب الوقت العصر وحسب الملك او الخليفه او السلطان المستلم بلد بيمشي على كيفه، يعني بيكتب على كيفه، بحط احاديث على كيفه، بحط على ايات قرانيه على كيفهم، لذلك بتلاقي القران مخربط، يعني من كلمه لكلمه بتنط ما بتعرف شو القصه، يعني مثل في ايه بذكرها على طول، هي واذا نكحتم واذا خفت شلون خفتم ان لا تعدلوا فانكحوا، يعني شو علاقة العدل بالنكاح؟ يعني إذا خفتم أن لا تعدلوا باليتامى بالبطيخ فانكحوا، يعني شيء بالفعل القرآن هو شيء مقرف، القرآن هو تعذيب لمن يقرأه أصلا، يعني رحلة عذاب لمن يقرأه، وشيء تافه، شيء يجب حرقه. أقترح فكرة هي، والبرنامج برنامجك خيجان، أنه نأخذ برنامج نسميها آية وتعليق أو سورة وتعليق، نأخذ جزئية من القرآن نأخذها من سورة الهايشة من سورة البقرة وانت وطالع، وهاي وتشوف وين هاي الأشياء اللي بتضحك نأخذها ونقعد نعلق عليها، فاهم علي كيف؟ بصراحة الفكرة هاي كانت موجودة عندي قبل رمضان
ثلاث أسابيع تقريبا. إيه. وعلى أساس أنا وأنت كنا نساويها، وبعدين جبنا الصور هاي، فطلع الأخ رشيد مع الأخ حامد، ومفاجأة بصراحة كانت لي. أنا لسا عم بفكر فيها، طلعوا لي مثل غوار قال جاي لحن غنيته على دلعونة، لا هم طلعوا سرقوني إياها قبل ما يلحنها. فأنا طلع معي هيك، شفت الشباب سارقين قبل ما قبل ما أطرح الفكرة، حتى سارقين الفكرة. فالمهم سبقونا فيها الجماعة، بس ممكن يعني ممكن نجدد بشكل آخر، ممكن نسوي آية وتعليق أنا وأنت، يعني ما في أي مشكلة. يا ريت. أنا على فكرة مسألة هالصور هاي رح نكمل فيها، ما اضحك على الله، والله لأنه الله مسخرة، فرح نتمسخر عليه من هون لعدة حلقات أنا والأخ رياض. وإذا عجبكم المسخرة هاي، يا ريت شاركونا المسخرة، نتمسخر على الله هذا النجس، حتى ننزل هالة القدسية هاي من عقول هالناس هاي الضحايا. يعني أكثر شيء بقدر أسميهم هم ضحايا لهالفكر النجس، لهالفكر الخرافي اللي قدس بالسيف. لولا السيف لما ما كان له هالقدسية هاي، لأنه جحش ما بيطير، الصخرة ما بتولد ناقة، والناس البشر لا يتحولون إلى خنازير، لأنه من يقول هالكلام هو يعني أنا يعني مثل ما بقولوا الخنزير حيوان، وما بدي أشبه هالقائل هالكلام هذا بالخنزير، لأنه هو أقل بكتير من الخنزير، من أي حيوان يعني، من أي حتى من نملة. طب خلونا ناخد آخر تعليق، شو رأيك ونسكر الحلقة رياض؟ ماشي الحال ماشي الحال. طيب خلينا ناخد آخر تعليق، إذا في تعليق عنا جديدة لنشوف. بس يفتح ما تنسوش تعملوا لنا ثمز اب، والنبي شايف الثمز ده، ثمز اب مش الاصبع، الثمز يا حبايبي. مرسي مرسي، وعلبة بامبرز كمان. خلاص يا نبوية. اوكي طيب خلينا ناخد الاخ محمد فضل، اظن عنده خلينا ناخد محمد فضل، هو عم بيقول: سلام اخي جان لك ولضيفك، سؤالي إلى ضيفك الكريم: جماعتنا الشيعة قاموا بتنزيه الله فهو خارج المكان والزمان، فهو أقرب إلى العدم منه إلى الوجود. من جهة أخرى أهل السنة والجماعة وضعوا له يد ورجل، ويجلس ويقف ويضحك، فهو أقرب إلى ملك جبار يجلس على العرش. ألا يمكن تصور إله على صورة محترمة؟ تفضل. لا، جماعتنا الشيعة هم ما قصروا، لأن يقول لك لما الحسين انقتل الله نفسه قام يبكي على الحسين، نزلت السماء بكت السماء من أجل مقتل الحسين. والسنة ما جايبين هذا الحكي من جيبهم، الشخصنة أو شخصنة الإله، بالعكس موجودة بالقرآن: الله على العرش استوى. إيه، يقول لك احنا ما نعرف هو شلون استوى، بس هو استوى. شنو هذا شكل العرش؟ ما نعرف، بس هو عرش. العرش يعني الكرسي، كرسي الحكم. تروح على البابليين يصوروا لك الإله قاعد على كرسي، تروح على السومريين بالنقش والرسم وتشوف إله يمهمنا قاعد على كرسي، تروح عند الفراعنة بمصر نفس العملية. إذن هذه الأسطورة، أسطورة أن الإله يجلس على كرسي والشخصنة، مثل ما هي موجودة في التوراة، هي أيضا موجودة عند المسلمين: على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم. هذه آيات قرآنية، هذه يد الله فوق، يعني الله عنده أيدين، يد الله فوق أيديهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديك. إذن هذه الشخصنة اللي موجودة هي ليست لا تعتمد على الأحاديث، وإنما هي من جذر القرآن نفسه يتحدث عن هذه الصورة الأسطورية الخرافية للإله. مو بس الشيعة ومو بس السنة، هم الاثنين مشتركين، يعني ما أقدر أقولها، بس هم مشتركين بالأصل. إيه، فهذه من ناحية. ما أعرف، الشيعة طبعاً هم عندهم شغلات تضحك، يعني مو بس السنة. الهالات القدسية اللي جماعتنا ينطوها للأئمة، يعني يكفي يقول لك واحد من الأئمة، يمكن جعفر الصادق أول شيء
يعرف يحشي كل لغات العالم. يمكن يجي واحد من الصين جاي زيارة هو بالغلط، ما تشوف إلا جعفر الصادق هو دا يتكلم من على المنبر قلبها تشاينيز، هون تشونغ بينغ تشونغ بينغ تشونغ، كلهم قالوا صلوات على محمد، مولانا يعرف يتكلم كل اللغات، هاي معجزة يا معود. لا، وشاف الصيني من وراء الحائط، يعني عيونه مثل الليزر، شايف أفلام باتمان وأفلام سوبرمان، يقدر يشوفه من وراء الحائط. منو؟ جعفر الصادق. زين، والمهدي يا ابو المهدي عايش من يوم تولد ولحد اليوم وهو لا زال على قيد الحياة متخبي. هاي يسموها الغيبة العظيمة، وتشوف جماعتنا كل ما يجيبون سيرة المهدي يحط ايده على راسه او على صلعته، عجل الله فرجه. اذا هاي كلاوات، يعني ايش اقدر، يعني واحد شي يحكي وش يقول؟ اخ كويس انه انتم عندكم العلوية، انتم العلوية انيل، خلوا الامام علي صار اله عندهم. الله يضرب العلوية على السنة على الدروز على المسيحية، كلهم انجس من بعض، يعني كلهم ارزل من بعض. يعني يسوع الدلوع هذا تبع المسيح صار بصراحة شيء مقرف، صار دعوات هالإله هذا هو الإله، سووا مسخرة يعني من حيث لا يعلمون. يعني إن كان العلوية ولا السنة ولا الشيعة ولا الهندوس ولا القرود السود، كل هالكل واحد متدين، كل واحد عنده دين، هو يجعل الإله مسخرة من حيث لا يعلم. على كل أصدقائي، نحن عشان ما نطول الحلقة أكثر من هيك، نحن هاي أول حلقة، هيا بنا نلعب، هيا بنا نلعب. فعملناها هيا بنا نضحك، خلونا نضحك بقى، خلونا نتمسخر على هالإله النجس، هالإله القذر، هالإله اللي ما بسوى صرمايح يحش السامعين، هالإله أنا شايف نبوية عنده كلام. تفضل نبوية، تفضل يا حبيبي. نبوية أنا متشكرة منكم كلكم، والنبي ما تنسوش الثامز أب، وعاوزة دستة حليب خالص الدسم. من أبوية أنت والحليب، أنت أصلاً هي ما تشرب حليب، هي تأكل الباتشا كراعين بالعراق، عندنا شيء نسميها الباتشا. وتحياتي طبعاً، أشكرك خيجان على هذه الفكرة الجميلة جداً وعجبتني بصراحة، وأرجو أن احنا نكون خفيفين الظل على الجمهور المشاهد. وعجبتني الحلقة صراحة، أي وقت يصير عندنا مجال ممكن نكررها وممكن ندخل في مواضيع أخرى أيضا. وشكرا لكم جميعا، وشكرا للمشتركين. شكرا لك أخي رياض، ونحن طبعا سنكرر هذه الغزوة الكوميدية، ورح نتمسخر كثير على الله هذا الشرير، ورح نسوي ممسحة نمسح فيه الأراضي ونمسح فيه المؤخرة. أنا ما قلتهاش بريء يا بيه. على ذمتي. على ذمتك خيو، على ذمتك. بس بصراحة هو ما بيستاهل غير الوضع هذا، يكون ممسحة، يكون ممسحة للبتاع اللي قاله الأخ رياض. وهذا وضعه الطبيعي، يعني الإله أو اسمه الله ولا اسمه يسوع ولا اسمه تشيزز ولا اسمه عيسى، كل هدول مكانهم المزبلة، مكانهم ممسحة يكونوا. وهذا القول الأخير إلي، ولذلك فقررنا أنا وأخ رياض نتمسخر عليه كل أسبوع أو أسبوعين مرة. يعني زوروني كل سنة مرة، نزوره كل أسبوعين مرة أو كل أسبوع مرة. صحيح، أنا مؤيد لك، فكرة ممتازة، thumbs up. حبيبي رياض، وأنا بتشكرك كتير، وأصدقائي بتشكركم. وطبعاً بكرة في عنا حلقة مع الأخ عمرو المصري، الملحد المصري عمرو، في موضوع الأسرة، يا ريت تبقوا معنا. وأنا بتشكرك كتير أخي رياض، العفو حبيبي، على راسي. وكانت حلقة أنا بصراحة كتير استمتعت فيها، وسنكرر الغزوة مرة تانية، الغزوة الكوميدية، فجهزوا عقولكم يا مسلمين. شكرا كثير لك أخي يا رياض، شكرا. شكرا على راسي من فوق بخدمتك، أهلا وسهلا. حبيبي رياض، شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة، إلى اللقاء.